باش نحكي في مستوى الشكل ساعة دبار في هل التدوينات اللي بدات تهبط البارح تقريبا بدات تنشر على كونت تويتر، وعلى فكره التوانسه راهو ما عندهمش التقليد هذا، خاطر اغلبهم جل التوانسه كل يتحركوا على في الفضاء الازرق فيسبوك. وانت تعرف علاش ولي؟ انت نعرف خاطر عندهم كان جملتين يكتبوهم في تويتر بينما التوانسه لا. وحاجه اخرى تويتر تقريبا سيلكتيف، يعني معناها اللي يتحركوا ينشطوا او المنخرطين في الفضاء هذا العصفوري تويتر تقام ناس من نوعيه خاصه، يعني المسؤولين. لاحظ انت حتى كبار المسؤولين الامريكان ولا غيرهم ولا رؤساء دول تغريداتهم على تويتر مش على فيسبوك، يعني قل ولا در انهم يكتبوا على فيسبوك. هذه تقريبا لاول مره نادي عكاشة، يعني اذا صح ان هي نادي عكاشة وتو مش نحكي توا في الصحيح من الغلط، لأول مرة تقريبا فجأنا بنشر التدوينات على تويتر مش على فيسبوك، لأن قبل كانت تكتب على فيسبوك كما بقية السياسيين. وعودونا احنا السياسيين معناها من عام 2012 تقريبا اللي عنده استقالة يهبط على الفيسبوك، واللي يعني وإذا يحبوا يسبوا بعضهم على فيسبوك. وفيسبوك المنجد أو المعجم الفيسبوكي أكثر بذاءة من تويتر، دونك اللي يكتبوا على تويتر اقل بذاء، اقل بذاء بكثير. فيك ما تتبعش برشا تويتر. لا لا نتبع، انا نحكي على نحكي على تويتر نحكي على تويتر نحكي على تويتر بي. لا لا نحكي على التوانسه اللي يكتبوا على تويتر رم قله ماهمش برشا. انا اختلف مع زميلتي اسيا كي تقول شكون هي نادي عكاشة، ومعناها انا بالنسبه لي انا كصحفي نادي عكاشة واحدة من المسؤولين اللي كانت تتحمل تقريبا الخطة رقم 2 في هرم السلطة، كانت هي مديرة الديوان، مدير الديوان رئيس الجمهورية، وقبل ما تتقلد المنصب هذا كانت مستشارة في الديوان لفترة ما، وقت اللي مشى الفريق الآخر تقلدت هي المسؤولية وقعدت مدة طويلة، ووصلت في مرحلة ما كما قال سي منصف يسموها المرأة الحديدية. طبعا معناها بعض المتملقين والمتزلفين اللي هذيك صنعتهم معناها وين فما السلطة وين هما، دونك بداوا يعطيو فيها فك النعوت هذيا وكتابات وتدوينات وكذا ويهبطوا لها تصويرتها حتى ولات بالحق معناها حاكمة، خاطر مدير ديوان رئاسي صندوق منصب إداري ما يحكمش ما ياخذش قرارات، يعني هو شخص ينفذ خاصة المهام الإدارية المناطة بعضه. الديوان هو إداري، الديوان في الرئاسة معناه هو إدارة وحدها مستقلة، ولكن يكون مستقلة في جزء الديوان مقرب برشا من رئيس الجمهورية. نعم شوف جرت العادة، سامحني جست معناتها بين قوسين وخلي يظهر لي فما سوت هذا ما فهمتنيش، إني كي سألت شكوني نادي عكاشة قبل قيس سعيد، يعني هو الذي من اقحامها للسياسه، انا هذا اللي نقصده، ولكن هي معناتها الصندوق الاسود للقصر الرئاسي ولكل ما يحدث في القصر الرئاسي وحتى في التعيينات على راس الحكومه. انا قصدت انها ما عندهاش ماضي سياسي، لا نعرفوها ناشطه في المجتمع المدني، لا نعرفوا عندها معناتها ثقافه الحزب والعمل السياسي، وما عندهاش خبره في المجال هذا ما قصدته، ولكن في المجال هي جاتها فرصه، قلت لك جاتها فرصه انها خرجت من العالم نتاع الجامعه والتدريس وكل واقتحمت عالم السياسه، وذاك اللي خلاها معناتها تقريبا تتحول الى هي معناتها صندوق اسرار القصر الرئاسي في مرحله من المراحل، ولكن هذيك هي الحكايه. من بعد شكون في نهايه المطاف اقحمها دخلها المشهد؟ هي جات من الفراغ، جات من العدم، من الفراغ، من الجامعه، دونك ولات معنا ولات تحكم لانه طلعت اكثر، خذت حجمها خذا اكبر من حجم مدير ديوان العدل لا فونكسيون. يعني انا وكان تسالني تقول لي اسكو لي تويت هذوما واللي صار البارح، اسكو لي تويت اللي هبطوا البارح بالكونت نتاع نادي عكاشة اللي هو ماهوش كونت قديم، كونت جديد مازال كيتعمل، هل انه نتاعها ولا لا؟ انا نقول لك فما نسبه كبيره، ورجح انه اللي تويت هذوك صحاح نتاعها هي، لانه
هبطوا لي تويت هذوكم اللي فيهم الكلام الختير برشا واللي فيه مساس وتونجي مش نحكي اون بريف على الكونتينيو تسكر الكونت تسكر ثم تعاود تحل وجاوبت يعني الكونت جاوب على اولا في تروا تويت بالضبط قصار بالكل قالت حذاري من صحفي البلاط لم اقدم اي تصريح لاي وسيله اعلاميه ومن له دليل على ذلك فلينشره هي ترد على بعض الصحفيين اللي طلعوا وقالوا او اتصلنا بها هاي قتلنا هاي كذبت هاي كذا التويت الثاني القصير قالت استرجعت حسابي بعد محاولات عديده لقرصنته لم اقم باي تصريح لاي وسيله اعلاميه مواقفي تعبر عنها صفحتي الرسميه بالفيسبوك وحسابي على تويتر التويت الثالث وتقريبا الاخير اتعرض لتهديدات جديه لم اقل كل ما عندي وهذا غيظ من فيض بعد بساعات بوقت قليل جدا تعاود تسكر الكونت نادي عكيشه نهار 31 ماي هبط التدوين على فيسبوك بعد القضيه ذيك نتاع التامر واسمها هبط في القائمه هبط التدوين على فيسبوك تدوينه مطوله شوي قالت مره اخرى يتم الزج باسمي داخل قائمه متكونه ممن لا يمكن ان يجمعني بهم اي شيء لكن المهم عندي انا ثم جمله تقول اثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ وابتعدت لعده اسباب ولكنني ساعود وسادلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من الخائن ومن المتامر ومن المتحيل اظن لازم يطلع الظن نتاعي غلط ان ما كتبته وما نشرته البارح صحيح قد يكون اللي تحكي عليه التهديدات ربما صحيحه مش مستبعد لكن الكلام اللي هبط وربط الكلام اللي هبط هذاك بالسياق السياسي العام والمناخ السياسي اللي تعيشه البلاد والصراعات الكبرى خاصة بين قيس سعيد رئيس الجمهورية وخصومه السياسيين سواء اللي في تونس ولا اللي خارج تونس لا شيء مستبعد أما رأو الكلام اللي تنشر البارح لو صح أنه الكونت صحيح لو صح كلام خطير جدا فيه اتهامات خطيرة جدا للمؤسسة العسكرية للقضاة للسياسيين لرئيس الجمهورية نفسه يعني وجب حسب رأيك كما قال سي هشام فتح تحقيق للتثبت أولا ساعة من صحة ما نشر ثم فتح تحقيق على الأقل في هالمعطيات هذه.